يوم السنة المسائل شعبات الجنوب الكمال لنا عمرو بن ساعد. أول كلامي هصلي على اللي نوره هدان أحمد حبيبي وفلي كل الحروف المعاني. أول حاجة كنت جايبها اسمه هل الأيام جميلة؟ أنا بالمايك بس هل الأيام نهار الفل يا ست الفل يا راس مظلم في شراعك هدان مركب مرات يتحل ولو سبنا الشراع يمكن ميلاد العدل في المجاهيل يقول يمكن هواك يحل وترمي القصر والنرغيب دور اوجاع ماهوش نافع ورجع القلب شيء واضح اقول الثاني على فكره انا راحل ومش راجع لقيت الهم في جبال وصوت المر جاي بحبال يدقق في الفؤاد يحرق وبين الجرحم الشغال انا الاحزان انا الاحزان اللي مش راضيه تسيب الباب وانا اللي ضاعت كله كان فرصه ملوش احباب وانا الطيب اللي ساكن في هوى الغرفه وانا الموت اللي راح يفضلني في التربه انا مشتاق اني اعيش واشوفك ماشيه مع غيري ودوري تكوني ساعه بيش واحتاجي تحميني انا الايام انا الايام اللي مشتاقه تعدي ولا ما تعدي ومهما الدنيا تلعب بيك هتعدلها بذكرك للإله تسعد ويعدلها يا رب انا عبدك العاصي وتاب طمعان في كرمك ليه وكان من ذنبي قاسي وانت برحمتك غطيه انا الغفلان على الاكرم وجاي ندمان وقلب الصف وبيك هنسى حياه فاجره ودلوقتي هعيشها صح يا رب حليم على عبادك ولو زادت خطايا الخلق وما مرة دخل بابه ودوم يستنى حد يدق على بابك انا واقف رقيم واسع حتقبلني ولا تكتب ولا نافذ وانت عليم باحوالي انا راسي ما بتباطي لغير الله وعمر الهم ما ياتي ما دمت معاه بذكر الله بيقبل قلبي يطمن اقول الله لسانك ذكر يتمكن لا اله الا الله.